أخبار اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآونة الأخيرة، هي مش الأخيرة، هي كل وقت أو كل فترة من الزمن بتطلع تآليع بدع، بنشوف إن هذه التآليع الأولاد من سن 7 سنين أو أقل، والله 2 3 سنين أمه فرحانة بيه، حلقة له شعر وداير ما يدور وسايبان الفروة دي عالية زي إبليس كده، واللي أكبر واللي أكبر لغاية لما يبقى راجل برضو عنده 30 سنة ويعمل هذه الصنعة البذيئة الدمين. وأنا شايف في السيرة والسنة هدي نبوي لهذا الموضوع في منتهى الجمال وفي منتهى الخطورة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرق الناس قلبا، وهو من نزل عليه قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو خارج عليه الصلاة والسلام من البيت رايح الجامع، وجد شابا حالقا بهذه الطريقة، يعني الفروة طلع وحالق الجوانب كده داير من البيت، فأمسك به وقال يا غلام. قال نعم رسول الله. قال إما أن تحلقه كله وإما أن تتركه كله. الولد طبعا خد 3 دقايق وجه شال الفروة دي ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام فاستحسنه وقال له خيرا كاتب الناس، دليل اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام عدم التواني في تعديل المايلة أو إصلاح الخيبة. تاخد شوية نهاية، ده انتوا عارفين القصة الشهيرة في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، تمت في ثانية، كانوا صلوا العصر صلوا 2 ركعة في اتجاه بيت المقدس، لما نزل وولي وجهك شطر المسجد الحرام اتدايروا واتدايروا المسلمين وراه، صلوا 2 ركعة التانيين من العصر في اتجاه الكعبة. محدش قال بنعمل كده ليه، ولا حد قال من بكرة، ولا حد قال طب من المغرب ونخلي العصر نكمل، ما فيش فلسفة في الكلام ده. الدين ما يعرفش إلا فلسفة الحكمة التي يهدى إليها كبار العلماء حتى تسقى العلم وأنت يعني مرتاح ومطمئن ومتزوق. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وإيه فايدة قرايته وتدريسه في الجامعة بندرسه ليه؟ وبيزيدك استمتاعا بكلام ربنا، انك تعرف لماذا قدمه ولماذا اخره ولماذا عرفه ولماذا نكره ولماذا اكده ولماذا ارسله بدون توقيت، كلام يشبع النفس ويغذي القلب، وده لا ياتي به الا عالم. فالظاهره دي ظاهره قميئه، وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تحلقه كله واما ان تتركه كله، ما يدل على حرمتها لانها بشعه، يعني منظر يدل عليه ان هؤلاء الشباب هكسوس جايين من بلد تانيه على ملة تانية، لأن المسلمين نضاف والمسلمين متناسقون، المسلمين ما يعرفوش الانحراف ده شكلا وحلاقة ولغة ومعاني ونيات، ما يعرفوش النية السوداء. فالحقيقة يعني أنا بنصح لو في حلاق محترم وعايز يقول له عايز أحلق كابوريا ولا بيسموها إيه ولا كده، يقول له لا ده قزم حرام وما ينفعش، ويعمل لك شعرك كله، يا إما تسيبه طوله، ومن كان له شعر فليكرمه. حديث نبوي في كلام في سنده، ولكن من كان له شعر فليكرمه. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الشعر فقال أما وجد هذا ما يرجل به شعر، مش لاقي مشط، وحتى ضرب المثل بالمشط في تواد المؤمنين واستوائهم، الناس السواسية كأسنان المشط.
ففي وجود المشط او المشط في حياه في نص النبي صلى الله عليه وسلم انه معروف ولازم يكون عند الناس عشان تهندم نفسها وما يبقاش سائر الشعر كانه شيطان. لكن اما ان يكون الشعر طويلا ويعنى به صاحبه ينظفه وسرحه ولا يبدو برضو انه هايج كانه ابليس، واما ان يحلقه. والله تبارك وتعالى دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين في الحج والعمره 3 مرات وللمقصرين مره، لكن التقصير سنه والحلق سنه وكلاهما واجب في اعمال الحج كما تعلمون ونهايه الطواف او نهايه المطاف للعمره. لا ينتهي احرام المرء الا بعد ان يحلق او يقصر، اما ان يحلقه كله واما ان يقصره كله، لكن ان يترك هذه الزؤابه فروه ومنظره كئيب ومخيف ليقلد بها رفاقه وهو ورفاقه لا يعلمون شيئا. يجب على الحلاق أن يكون مثقفا، يجب على الوالدين أن يكونوا على علم بأن هذا إفساد وتغيير للشكل الجميل الذي خلقه الله، وعلى المدرسين وعلى الإعلام وعلى كل من قلدوا أحمد زكي أعتقد في فيلم كابوريا وحلق هذه الحلقة اختراعا منه أو من مخرجه، وصارت الله يرحمه لا نذكر أموتانا إلا بالدعاء لهم، ولكن لا نرجو محاكاتهم في حكاتهم في هذه المأساة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع كلام مبروك وبركاته. شكرا جزيلا.